لا ارفع الكبر 1910 سلام عليكم. عايزين تعرفوا المكتب دي؟ اه طلع الكرسي بس انا عملت النص ده كان كلمة بس شبكة تقييم النهاردة العرض الديمقراطي النهاردة ومشاركتك كلمة كلمة مش عارف كلمة بس ايه رأي حضرتك باللي رأي النهاردة انا مبسوط جدا انا جيت لقيت الحكاية سهلة خالص وانتخبت بسرعة جدا وببساطة جدا. طب حضرتك اديت صوتك لمين؟ لا انا ما بقولش انا اديت صوتي لمين لانه انا حاسس ان الناس في مصر يعني عندهم احساس مش عايزين حد يقول لهم يعملوا ايه، مش عايزين حد من المشاهير يوجههم، ودي حاجة انا بحترمها جدا في المصريين في اللحظة دي وفخور بيها جدا ومتأكد ان المصريين بعد 25 يناير خلاص يعني مش هيسيبوا مصيرهم من غير ما يشاركوا في صناعته. طب تحب حضرتك تقول ايه للمقاطعين بالخبرات؟ لا انا يعني راجل بتاع حرية فما اقدرش اقول لحد يعمل ايه او ما يعملش ايه. كل بني ادم حر على هذه الارض. بحب كل الناس في هذا البلد، البلد دي كلها ناسها حلوة جدا، واهم حاجة ان احنا كلنا نتحد مع بعض علشان نقدر نعمل حاجة، وعلشان يعني اللي عنده افكار ان احنا عندنا اعداء كتير قوي، منها الفقر، منها انهيار التعليم، منها الاعداء اللي قاعدين مش عايزيننا نبقى كويسين. كل الاعداء دي عدو كبير منها هو الخصام والفرقة بيننا وبين بعض. كل الأعداء دول علشان نتغلب عليهم لازم كلنا نتحد مع بعض، كلنا نتصالح، كل المجتمع لازم نتصالح. شوف اللي ضد اللي يعمل حاجة ضد القانون يعاقب بغض النظر هو لونه ايه، جنسه ايه، ديانته ايه. اي حد يعمل حاجة ضد القانون لازم يعاقب، والقانون لازم يمشي على الجميع. فيما عدا كده لازم كلنا نتحد مع بعض. ايه اللي تطلبه من رئيس الفترة؟ اطلبه يلتزم بوعوده وانه يشتغل جامد، واطلب من المصريين ان هم يشتغلوا جامد ويراقبوا طريقة عمله ويراقبوا ويفتكروا الوعود اللي وعدها وما ينسوهاش. شكرا.